البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم في لاشين ديالي اميمه بيوتي جبت لكم فيديو جديد ديال سموكي ايز اللي كيطلبوني بزاف ديال البنات عليه المهم ما نطولش عليكم بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو اول حاجه غنبدا بها هي اونتي سيرن غنديرو فوق عينيا فغابوبي غنبدا بيه هو هاد اللون هذا البيج مفتوح غناخد تاني لون اللي يكون شويه مغلوق امقى غدا وكنغلق في اللون المهم تاني لون هو هذا غناخد قلم وغنديرو فوق الجفن ديالي فوق عينيا غناخد هاد الكحل هذا وغنديرو فوق داك القلم اللي درت في عينيا الثاني اللي هو هذا غنديرو تحت عينيا غناخد اللون الكحل اللي درت فوق عيني حتى هو غنخدم به عيني التحتانيين غناخد ماسكارا ديال مايبلين اللي كنت ديجا وريتها لكم في الفيديو اللي فات اخر حاجه البنات بقات ليا هي نركب الرموش ونجي هانا رجعت المهم البنات من بعد ما ركبت الشفار ديالي دابا غنمشط حجباني راك عارفه انا ما كنقدش حجباني غير كنمشطهم من بعد البنات ما ساليت عينيا دابا غندوز لوجهي واول حاجه غنبدا بها هو الهايلايتر سائل كنديرو هذا قبل الفوندو تاع في بلاصه ما غندير شي برايمر ولا شي كريم ولا شي حاجه كيعجبني ندير هذا الهايلايتر هذا غندير الفوندو تان ديالي ديال ميلاني غناخد نفس لونتي ساغن اللي درته فوق عيني Thank you.
فلورين ديال هدى بيوتي. غناخد برونز ديال بورجوا البنات اللي هو روج ا ليفغ البنات وصلنا للخر ديال لا فيديو كنتمنى يعجبكم مكياجي ويعجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا ابوني وتنتمنى تقولوا لي هذا المكياج كي جاكم في الكومنتير ولا في ميساجات كنبغيكم بزاف باي باي.